أعزائي المشاهدين، عدنا لكم من جديد في الفقرة الثانية لحلقتنا لهذا اليوم. الإنسان دائما يبحث عن الأمل، يبحث عن الخير، يبحث عن العطاء، وهذه الأشياء سوف يجدها لديكم بإذن الله وبإذن الواحد الأحد. ننتقل إلى الحالة الثانية لحلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا. فجأة وبدون سابق إنذار تتوالى أقدار الإنسان فتفقده السيطرة أحياناً على توازنه. البعض يفقد الأمل أيضاً بأن الأمور ستتحسن نحو الأفضل، والبعض الآخر يظل متمسكاً به طوال حياته. قصة اليوم مع نبيل الشاب الثلاثيني والأب لطفلين، والذي أصيب بورم خبيث في الدماغ أفقده الكثير في حياته وأعطاه الكثير من الآلام. كنا عايشين في تعز في بيت، يعني بيت خالي لربنا صراحة يعني. وبعدين مع الحرب هذا في قذيفة دخلت لداخل الصالة، الحمد لله على كل حال ما وقع بحد حاجة يعني، سلامات. فكت بالجدار، فكرنا نحن نزح للتربة، نبدينا نزحنا المقاطرة القرية نفسها لبيت جدي، وبعدين رجعنا طلعنا التربة نقلب عيشنا ورزقنا نشتغل يعني، واستأجرنا ويعني كل ما شغل حصل لي بعض 4000 5000 بعض الأوقات، حصل مشاكل من حق الشغل حق الألمنيوم هذا. كانت كفية المبلغ ذي كفية؟ الحمد لله كان مكفي الحمد لله، كنا نتساير به هنا وهنا الحمد لله على كل حال يعني. ولا جلستنا بتعايز من دون عمل، والبيت حقنا في بيت قذيفة ما فيش أحد داخلته، وخوف من الحرب. كان يشتغل شغل طبيعي في ورشة ألمنيوم، وبعد أن اشتغل فترة اتفاجأنا أنه يعني دخل في عينه زجاج، فتسبب في ورم في الدماغ، وبعد ذلك أسعف أنه إلى تعيز. بديت العين حقي ما تتحركش لا لليسار ما ترجعش لليسار، وحس في بوقع شقيقة في الرأس ترجع بعد تمسكنا الجنب الخد حقي، ما عاد كشفتها اللقب حقي، والأذن حقي رجعت صناك تكتمة أسمع بيش، يرجع كل شفقان داخل الوجه. وهذا الحالة اللي سوالي أنه لا شق زوجك دخل، وأنا مارس عمل الطبيعي في المحل في الورشة. إيش كنت تشتغل؟ كنت أشتغل في محل ألمنيوم، في محل ألمنيوم يعني عامل طبيعي، وعورنا الزوجك هذا. بأي عين؟ بالعين اليسرى، من العنصر سبب الورق. تلقيت العلاج بأي محافظات؟ تلقيت العلاج في محافظة تعز وقالوا التربة هنا، يعني قزعت هنا بدأت عند الدكاترة حق التربة، وبدأ كانوا يمكنونا ذا العصب السادس هذا كذا هذا كذا، لما نحصل دكتور مخو عصب أمرنا لعنده أمر بلا تعز عمل جهاز، سوينا جهزة والحمد لله ما مش إنه مرض خطير ولا حاجة، بس قدوا الحمد لله إنه ورم بالدماغ يعني صراحة يعني. وأنا يعني ما فيش معايا يعني الحمد لله على كل حال نازح، أنا نازح من تعز من أيام الحرب للتربة هنا، ومخلف معايا اثنين. كم لك نازح؟ نازح سنين، قد لي حوالي ما يقارب 4 سنين هنا بالتربة بعد الحرب، من بداية الحرب قليل. وكم لك مصاب بالورم؟ مصاب بالورم هذا بداية يعني من كان حوالي من رمضان، أول ما عور الزجاج بشهر رمضان الكريم يعني بدي التعاون يعني سنة يعني مقرب سنة الآن. نبيل تلقى العلاج في مدينة التربة محافظة تعز، إلا أن حالته تدهورت أكثر من اللازم، حيث أخبره الأطباء بضرورة إجراء عملية له في الخارج لإنقاذ حياته، فوضعه لا يحتمل التأخير مطلقا. المريض نبيل عبد القادر المقطري تردد للمركز أكثر من مرة بعد الفحوصات والإجراءات اللازمة له، وبسبب أنه دخل زجاج في عينه أثر على النظر، ويعاني أيضا من ورم في الدماغ وأثر على نظره، وعمل الضغط على العصب البصري وحاسة السمع بسبب الورم الناتج في الدماغ. وأنا أجريت له جميع الفحوصات وقررت له نظارة والعلاجات المناسبة، وناشد أصحاب الخير
أن يعني يساعدوا في السفر إلى الخارج، لأنه لعدم وجود الإمكانيات بسبب ظروف الحرب وعدم وجود الإمكانيات اللازمة لإجراء هذه العملية، ويفضل أن يسافر إلى الخارج بأقرب وقت ممكن حتى لا تدهور حالته، لأنه الزجاج دخل العين وأثر على النظر وفقد البصر تماما، وأثر كذلك على حاسة الإحساس في الجهة اليسرى من الوجه وحاسة السمع. ونناشد أصحاب الخير بالتعاون معه في أقرب وقت ممكن. الأخ نبيل النازح منذ فترة عامين تقريبا لديه 2 أطفال، بداية مرضه تقريبا من قدام سنة بدأ يعاني من ضعف النظر في العينين، وبعد الفحص عليه اتضح أنه يعاني من ضعف نظر وتردد العداء أكثر من مرة، مما دعا الدكتورة إلى طلب جهاز رنين مغناطيسي للتأكد من حالة البصر، واتضح من خلال الفحوصة الأولية الكشف الرنين المغناطيسي أنه يوجد ورم خلف العين مع الدماغ. المرض هذا أثر على ضغط في العصب البصري وضغط على حاسة السمع، مما زاد المريض ضعفا حتى لدرجة أنه يشعر بحاسة اللمس في الجهة اليسرى. الأخ نبيل ظروفه المادية صعبة كونه نازح ومن محافظة أخرى ولديه 2 أطفال، وبحاجة نصحته الطبيبة للسفر للخارج لعدم إجراء العملية في وقت مستعجل حتى لا تدهور حالته الصحية. تراكمت عليه الأدوية وزادت عليه ديون الصيدلية التي تجاوزت 230,000 ريال، بالإضافة لتراكم إجارة المنزل التي تجاوزت 6 أشهر بمبلغ 25,000 ريال. كنت أروح لعند الصيدليات معرفة معي، استقلتهم برضو عندنا بالمحل عدة عبائر، وكان يديننا من العلاجات، تجيب لي كل أخي تعبنا وهذا وراغد اليوم ما شقي، قال لي خذ اللي تشتيه. وكلمته قال ورقة الدكتور تبدون له ورقة اللي مصرف فيه بالعلاج، صرف له طبيعي ورجعت استخدمه. لحد الآن أنا صراحة لحد الآن مديون عدة صيدليات، حوالي 3 صيدليات اللي هي نسأل أنها علاجات تقريبا كم عندي؟ يعني تقريبا حوالي ما يقارب العلاجة للصيدليات حق 230,000-220,000 للدين، هذا صيد حق الصيدليات. الحمد لله على كل حال. والإيجار صراحة قد لي حق 6 شهور أو 7 شهور ما أدفع صراحة، متساهل معي صاحب الإيجار، كل ما شاف وضعي المادي والحالة المادية اللي في بي يقول لي يا أخي ما عليك عادي، يقول لي إحنا أخوات ما فيش حاجة، يعني كثر الله خيره صراحة، يعني خلانا أجلس في البيت حقه من دون مدفع إيجار، جزاهم الله الخير. ما قصروا أصحاب الحارة طبعا، ولما رحت تعشف على العلاجات الأجهزة أصحاب الحارة صراحة ما قصروا معي، وقفوا معي صراحة وافترقوا لي كامل، وقابوا لي حق السفر وقابوا لي حق العلاج حق الأجهزة وحق علاج وحق رجعة وحق مصاريف للبيت، وأنا صراحة معي 2 أطفال، يعني الله ملك الحمد. كنت ماسك المنشار واشتغل أنا بنفسي، وبعدين طار لهم لعين الزجاج انقزع طبعا في من عيني دم، طبعا لما انقزع دم في عيني ما حسش بالألم، قلت ممكن إنه ضربة وقزعت لحالي، ما نتوقع إنه اتخل سفن داخل العين. بعدين جلس حوالي ما يقارب 4 أسابيع من دون ألم، بعدين هاجمنا الألم هذا وكنت أحس العين حقته اليمنى زيادة يعني بشدة. صرت عند الدكتور قال لي الدكتور الأول هذا يمكن إنه شد الأعصاب السادس، ما هو الزجاج ما فيش أثار الزجاج داخل العين. مشيت بعد كلامه صرف لي علاج واستخدمت علاجه حتى النهاية، شفت إنه ما فيش معي نتيجة من هذا العلاج اللي صرفه لي الدكتور الأول. رحت وشفت مستشفى ثاني ورحت قال لي هذا ضعف عندك نظر مش مستوي، وركع قطعوني نظارة، سويت نظارة بس نفس المكان برضو سويت نظارة، بقت الألم الشقيق رجعنا بالرأس، ألم شديد يجينا في الليل هذا ما يخلينا شرام شديد جدا. انسرت عند دكتور برضو ثاني، يعني كل قضية حقي كانت كله على من دكتور رفق دكتور حوالي داخل التربة 4 دكاترة حق الأعصاب وحق العيون وحق 4 دكاترة اللي تعالجت عندهم بالتربة، وعلاقات ما علاقات
استخدم جميع العدة من العلاجات حقهم، ما فيش معي أي نتيجة. وطبعا أنا وقفت العمل بعد ما كنت أجلس أتابع نفسي بالعلاجات، ما أشتغلش. زره للداعي وغزا ورجع، ما في حيلة غير إنه عمل عملية. كيف نظر الآن؟ يقدر يمشي، يقدر يتحرك، يقدر يمارس أي عمل؟ العين اليسرى حقه دخل قلت لي الزجاج، وبعدين الزجاج هذا طبيعته يسري في جسم الإنسان، يسري بأي مكان يدخل ما يخرجوه يسري بالجسم. سرى وقدر الله إنه عمل له تورم بالدماغ. أكثر من 3 أشهر تدهورت فيها حالة نبيل النفسية والجسدية، حيث فقد عمله وصحته وتراكمت عليها الديون وزادت أوجاعه التي لم تعد تحتمل، حيث فقد الإحساس من الجهة اليسرى لوجهه في وقت وجد نفسه وحيداً غير قادر على عمل أي شيء سوى انتظار رحمة الله وأهل الخير. أنا شايف فاعلين الخير أن يعني يقفوا معايا ويدعمونا بحق العملية، بحق العلاجات، بحق الديون اللي علي، وجزاهم الله الخير. طيب إذا توقف عليك العلاج مثلا؟ إذا توقف علي العلاج ما أقدر أجلس أنا من دون علاج، يجينا وقع في الليل هذا ويزيد فيه بالسفقة، بالسفقة المكان حق اللسان هذا كامل، ما أقدر أبلع ريق طبعا شديد، يعني يجيني ألم ضروري بالعلاج، ما أقدر أستغنى عن العلاج أبدا. نطلب أصحاب العياد البيضاء الخيرة إنهم مقدموا لهذا الولد خير، يعني لأنه تعبان، حالته تعبان ويرثى لها. ناشد فاعل الخير النظر لحالة الأخ نبيل عبد القادر المقطري من جانب إنساني، علما بأن المريض لا يوجد لديه منزل مستأجر إيجار وعليه تراكمات علاجة الصيدليات، لو ساعدنا الناس خيرين بشيء بسيط فتات، فأتمنى أن يكونوا عند حسن ظن الجميع ويمد يد العون معهم. نرجو مننا فاعلين الخير والمتعاونين أن يلفتوا للأخ بنظرة استحسان ورحمة، وهو مستأجر مني بمبلغ وقدره 25,000، وعليه يعني أشهر حوالي 7 أو 8 أشهر لم يدفع الإيجار، ومعه علاج يعني شهري ما يقدر ب يعني شفناه بالفاتورة ما يقدر ب 38 أو 40,000. فالأخ يعني مسكين لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعه طفل وطفلة. أقول لفاعلين الخير أن يمدوا أيداهم حتى تطلع صنعاء أسوي العملية وحق العلاج. يبدأ أصحاب العيادة الكريمة أصحاب الخير. كم رقم التلفون؟ رقم التلفون حقي 774-343-5400. نبيل اليوم يضع أمله بالله وبكم في إنقاذ حياته للسفر للخارج وإجراء عملية استئصال الورم وعملية إعادة السمع والبصر، راجيا من الله فرج قضاء ديونه ومساعدة أطفاله في وقت محنته. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أعزائي المشاهدين، الخير والعطاء بحاجة لكثير من الصبر، وهذه الحالات التي يتم عرضها لكم في برنامج سنابل الخير بحاجة للكثير من الأمل فقط بتواجدكم أمامهم بعد رب العباد. نكون هنا قد انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن أراكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.